فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تغير شعرها الأسود إلى ألوان أخرى؟ لا، الأسود لا يغير، ما له داعي تغيير لأنه جميل. لكن إذا كان شعرها لونه فيه عيب خلقي تغيره إلى اللون المألوف، تغيره من التشويه إلى اللون المألوف. نعم، لكن بغير السواد، تغيره وتغير الشيب بغير السواد، بالألوان غير السواد. نعم.